حبايبي الكرام، مثل ما شفتوا بالصورة المصغرة وبالعنوان أعزائنا الكرام، لما شفت هذا السكين شاب رح ندخل الآن ونشوف مع بعضنا حبايبي هذا السكين يا حلوين. عن جد اتفاجأت من هالسكين شباب. ركزوا معي حبايبي الكرام، شوفوا معي شباب هالسكين هذا شباب، شوفوا معي شباب. دخلت من شوي للسيرفر وركوا شباب وتفاجأت بهذا السكين يا أساطير، بهذا الحدث شباب وبالأشياء الموجودة بهذا الحدث يا أساطير، وبالتل بالسكين والبنجل هذا شباب، ما أعرف شو بسموه شباب بالهذا. أوكي سكين بنت انسى، اشرب قهوة شاي، اشرب قهوة شاي انسى، بس شوفوا لي التلج يا شباب. هذا السكين شباب عن جد صراحة يعني ما أعرف شو بداخلكم. السكين هذا بيشبه سكين الشيطان الأحمر، ما أعرف إذا تذكرتوه، وبشو كمان، وفي فاير باس كمان شباب نفس الشيء يشبه هذا الشيء. اوكي يا اساطير، بهذا المقطع شباب راح نحاول نحصل على هذا السكين يا اساطير. قبل ما نبلش هذا المقطع يا حلوين، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا حبايبنا، وحابب نوصل هذا المقطع حبايبنا الكرام لل 15000 لايك يا اساطير. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين معي 1951 الماس، الماس يعني جواهر، فهمتوا علي؟ حبايبنا الكرام يلا قول شباب، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون الجوائز. اوكي بهذا الحدث، اوكي شباب، طبعا هذا السكين شباب شيء اكيد راح ينزل بالسيرفر من عن قريب مع الثلج والى اخره وكل الشباب. اوكي ركزوا معي، هذول هن الجوائز الموجوده فيها حبايبنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب اول خمس سبينات لنشوف حظنا يا اساطير. قول لي قول لي اول شيء تحصلت على السكين. حلو سكين البنت، ما راح استخدم لوز. طبعا شباب على اليمين مكتوب جيت انسبايرد فور سبين، يعني بعد اربع سبينات راح احصل على السكين. يعني هلا حصلت على المنجل لوز، اللوز المنجل لوز، تم الحصول عليه لوز. اوكي هون على اليمين مكتوب عندي 30 سبين مور تو جيت 30 مينت، يعني اذا بضرب 30 سبين زياده راح اخذ نصف الحدث. والله شيء اسطوري هذا الحدث. اوكي ما طلع لي السبين، نكمل شباب. اوكي سكين بيض ما في، يلا يا شباب نضرب ضربه كمان، ليتس جو. ما طلع لي السكين. اوكي شباب اوكي، يعني يلا باقي لي 2 من السبينات راح احصل على الخصم اللي هو الموجود الان معنا. يلا نحصل كمان ضربه شباب، اعتقد راح احصل على الان. حلو الان حصلنا على الخصم فيفر تايم. اوكي نار 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 نار، شو هالنارات شباب، شو هالنار، نار عم تولع نار هون يا شباب. 50% خمس، قول لي علقت، شو صار اللعبه علقت شباب. اوكي حبيبي ما بعرف لما عملت هي النارات وما كله، يعني ما بعرف كل شيء خرب الصوني. بلش العد التنازلي، خلينا بس نسمع الميوزك كمان. اوكي برو ليتس جو. خمسة حسيت على الرقصة، نايس. اللي بعده السكين، يا سلام يا الله، شو اسمه احلى شيء، شو اسطوري اسطوري. حاول احصل على الثلج يا شباب، حاول احصل على الثلج، بدنا الثلج يا شباب توصلوا، يلا ليتس جو شباب، لازم احسن بعدين بسرعة. او ماي جاد او ماي جاد، لا بدنا الثلج فوق، الثلج حصلنا على الثلج، لوز اللوز شباب. اوكي شباب حصلنا على الثلج من هون، حصلنا على المنجل من هون، حصلنا على الرقصة، حصلنا على السكين، حصلنا على الرومات. اوكي شباب ستوب، الان نرجع للميوزك تبعي حبايبنا الكرام. اوكي شباب حصلنا على السكين الان، رح ندخل نشوفه شباب. صراحة متحمس كل هذا السكين شباب، بدي ادخل اجربه، بدي ادخل اجربه شباب، لدرجة انه بدي ادخل اجربه شباب، ما اعرف بدي ادخل اجربه. وين الاسباق؟ لوز لوز برو، تزوير تزوير حتى هي. اوه هذا شوف، لا عن جد شباب هذا سكن اسطوري صراحه شباب. انا يعني السكن يا طول بالكم، طول بالكم، طول 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 بالكم شباب، طول بالكم. خلينا نشوف الاشياء الثانيه. اول شيء نحط الثلجه، الثلجه هي كمان شوف فيها الثلجه شباب. اوكي ونحط ال المنجل، المنجل معه المنجل، يعني تفرجوا شباب، اتفرجوا على على هيبه هيبه، طولوا بالكم. بدي اروح حبايبي، حتى حتى حصلت على الرقصه كمان، في حقيبه حصلت على الحقيبه كمان، والثواني بدي احط الرقصه اللي حطيت عليها شباب هي. يا للروعه يا للروعه برو. اوكي شباب حصلت على الرقصه كمان، وشي كمان شباب، حابب انه المنجل يطلع، المنجل هذا اللي شو سموه، القناص لاح شجار المنجل. ما نقدر للاسف شديد ما نقدر نحطه باللوبي. اوكي شيء كثير حلو شباب، حلو لوس. الان شباب رح ندخل نشوف السكيل، يعني رح ندخل خلينا والله شباب خلينا ندخل جيم رانكت شباب، رح ندخل جيم رانكت
ندخل جيم رانكت، شو رايكم؟ يلا ندخل جيم رانكت شباب سريع، نعمل نلعب في شيء شغل سريع شباب، نلعب جيم رانكت سولو شباب على السريع لنشوف الاوضاع. ليتس جو. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا ساتير هذا هو السكين. يعني شباب الشعارات حلوين، هاي اللعيبه حلوين، الجسم اسطوري، يعني ما في هالسكنات شباب. هالسكن يعني مش مثل السكنات اللي تشوفهم يعني كبار، هذا كله متناسق صراحه شباب. يعني انا عم بقول لكم بكل صراحه هذا السكن اسطوري. يعني لما اقول لكم اسطوري، شيء اسطوري يعني شيء اسطوري. تفرجوا معي شو الشعارات معنا، تفرج. يلا الروعه، يلا الروعه. نحن ندخل نجربوا شباب بالجيم، نصف جيم سريع حبايبنا الكرام، نشوف لو حموت ولا لا شباب. لانه صراحه كثير منكم بيطلبوا مني شباب لقطات جد، ليك شباب راح اليوم رايح نعمل ننزل سكن شباب، راح ندخل بصراحه جيم خفيف سريع نجرب فيه السكن، وبنفس الوقت نعمل جو حلو حبايبنا الكرام. يلا ليتس جو. طبعا ما عندي شيء بالاسلحه، ما عندي لا درع لا خوذه، ما عندي شيء ابدا شباب. الاول على الطياره اسمه اندريج، انا بالسيرفر الاوروبي. اوكي اوووو شوف الحلو، والله شباب كل شيء خربان هون، ما عندي نسر ولا شيء، نزلت بكير، الظاهر راح اموت شباب، الفيديو راح ينتهي باسرع وقت. يلا يا حبيبي ليتس جو. يعني مالي حاطط الهي يلا بليز بليز كمان كمان ليتس جو ليتس جو. والله هذول صاروا فوق شباب، ويلي ويلي هذول راح اموت الظاهر، مش ظاهر ما شاء الله ما اموت شباب. اجيب كلين شباب على القليل، يعني تعرف يعني روح طير طير عمو كريستيانو، طير لا خليك طير. او ماي جاد او ماي جاد شباب السكين عن جد، يعني انا عاشق هذا السكين شباب، انا عاشق هذا السكين بكل شباب. هذا السكين راح تشوفوني على البثوث مباشر على الفيسبوك اول ما ينزل بالسيرفر مينا شباب. راح تشوفوني يعني انه العب فيه يوميا شباب، ما راح اترك هذا السكين، عاشق هذا السكين. هذول السكينات هذا السكين ممكن نجيب ام 4 لوز، جيب ثلجات. يلا يا شباب هو في واحد في واحد في واحدة في واحدة هون، ويلي تم استبعاد وين على اليسار، وين راحت هي؟ يلا وين يا اخي؟ في كثير ناس عم بسمع صوت، صوت اللعبة خفيف خفيف يا اخي شباب. بالجيمات الصور قول لي هون في ناس، وي 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 معلم ابلع ناري يجي شباب. ما عندي لا سكنات ولا شيء يا يعني شباب الصراحة، يعني شيء اسطوري. اكيد في واحد هون بشيء قريب من هون. ابلع ابلع حبيبي ابلع ابلع، الله معك حبيبي ابلع 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 ابلع. في واحد هون كمان شباب، اعطوني رايكم باللعب شباب بالجيم بلاي بهذا السكين، اعطوني رايكم يا اساطير الصراحة عن جد شيء اسطوري. في واحد هون شباب حلوين، ها ابلع يا اخي. هذا الكلاسيك ولا الراكت؟ لانه الراكت هوني. هذول ما عم بياخذوا الدرع والخوذة ولا شو قصتهم هذول شباب؟ شو قصتهم شباب هذول؟ ما عم بياخذوا لا درع ولا خوذة، ويش برو؟ اوكي اوكي يا حلوين. طبعا شباب انا باين الجيمات يعني خفيفات على حسب الرنك، بنفس الوقت شباب عم نجرب السكين. اوكي يا حبيبي حب لما بجرب يعني يوم رايح شباب راح نحاول. اعطونا لكم شباب بالتعليقات. اوه في واحد هوني، اذا تحبوا نعمل التجربات السكنات بهذه الطريقه شباب، يعني ندخل جيم عادي رانكد ونلعب ونشوفه شباب مباشره، يعني مو ايام زمان، يعني ندخل نجرب بالتدريب وهيك، فهمتوا علي كيف؟ ندخل هيك جيم سريع، فهمتوا علي؟ يلا خلينا ناخذ سياره شباب ليتس جو. صراحه شباب هذا هذه هاي معلم قولي يا اخي، هذول ما يحطون شيء يا اخي، شو قصتهم؟ ما عندهم درع، شو بدل السر؟ ما في درع بهذا الجيم شباب الظاهر. لا يا اخي هاي الشنطه خربت ابو السكين، منظر السكين. اوكي وين الناس؟ خلينا نكمل شباب كم جيم. اوكي ما راح اكمل الجيم كله شباب عشان الفيديو يعني ما يطول، انتوا اكتبوا. يا اخي شو هذا؟ 7 كيل؟ ويل
شباب حكي لي شباب انا وين، انا باي 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 مكان انا ويلي. اوكي خلينا نشوف وين نكمل هون، نكمل وين في الناس. طبعا شباب ما عندي، بدي اشتري سكار انا عندي السكين تبعه بهالحساب. اوكي يا حلوين. اوكي 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 جميلين. وين لا تغيب ضربة واحدة رح يموت. اوكي شو اسطوري. اوكي شباب الحلوين خلاص جبنا 8 كلات يكفي اعتقد يا اساطير يكفي للان، ولكن لكم رح نكمل شوي حبايبي. اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا بدكم نعمل هيك ندمج شيئين بنفس الوقت، جيب سكين نحصل عليه وندخل على الجيم ونجربه بنفس الوقت نعمل جو حلو. قول لي في واحد فوق بالتعليقات شباب اذا بدكم نكمل بهذه السلسلة. ايه معلم قتلني. اوكي يا كفو علي. اوكي يستاهل لايك اسطوره كفو علي. خلاص يلا نطلع، حبينا نطلع على الاخير. يلا البرونز لوك حلو والله اسطوري يا اخي. شوفوا منظر السكين شباب عن جد شيء اسطوري صراحه. يعني شباب انا عاشق انا يعني لا تاخذوني شباب ذكرت كثير بالكلام. انا راح اكون من اشد المنتظرين هذا السكين شباب بسيرفرنا مينا يا حلوين. اعطونا رايكم بالتعليقات يا حلوين ان شاء الله عجبكم المقطع. اوكي لا تنسونا شباب بدنا هذا المقطع يوصل 15000 لايك. اوكي لا تنسوا تشاهدوا الفيديوهات شباب الموجوده على اليمين. اوكي حبايبنا الكرام ونشوفكم على خير. سلامات باي باي.